بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 88. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات مكملة للآيات السابقة في موضوع عدة المطلقات والمتوفى عنهن. فالعدة سواء كانت من الوفاة أو من الطلاق يتعلق بها أحكام ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. فالمتوفى عنها سبق أنها يلزمها الإحداد مدة العدة، وهو اجتناب الزينة والطيب والتحسين وكل ما يرغب في النظر إليها، فإنها تتجنبه ما دامت في العدة. هذا في المتوفى عنها يجب عليها ذلك، وأما المطلقة فيباح لها الإحداد إن شاءت أن تتجنب هذه الأشياء مدة العدة، وإن شاءت ألا تتجنبها يباح لها، يباح لبائن من حي، ويجب على المتوفى عنها هذا الإحداد. عرفناه في الدرس السابق وما يتعلق به. ومما يتعلق بالعدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق أنه يحرم التصريح بخطبة المعتدة، أن يخطبها من يرغب
فيها أن يخطبها بلفظ صريح، كأن يقول أريد أن أتزوجك، أو يخطبها من وليها فيقول زوجني فلانة أو أنا أرغب فيها. هذا حرام، والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الخطبة، واللفظ الذي لا يحتمل غير الخطبة هذا هو الصريح، وهذا حرام ما دامت المرأة في العدة، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، لأن المرأة إذا سمعت الخطبة ربما أنها ترغب في الزوج أو في الخاطب، ربما أنها ترغب الزواج من الخاطب، فتستعجل في الإخبار بانقضاء عدتها، ربما تقول إنها انقضت عدتها وهي ليس كذلك، تريد أن تغتنم هذا الخاطب، فالله جل وعلا سد هذه الذريعة، هذا فيه سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام، لأن تزوج المعتدة حرام، تزوج المعتدة حرام، وكذلك ما يؤدي إلى هذا الحرام من التصريح بالخطبة، فإن هذا وسيلة إلى العقد ووسيلة إلى الزواج، لذلك حرم الله التصريح بخطبة المعتدة، وأباح التعريض، والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها، هذا هو التعريض، بأن يقول أنا راغب فيك لا تفوتيني نفسك أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس صريحا، هذا يحتمل أنه يريد الزواج ويحتمل أنه يريد غير الزواج، يريد محبتها أو يريد منها أن يريد منها أن تكون على محبة له كما أنه يحبها في الدين والإيمان، يحتمل هذا، يحتمل أنه يريد المحبة في الدين ويحتمل أنه يريد الخطبة، فما دام أنه غير صريح قد أباحه الله، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فمفهومه أن التصريح حرام، لأن الله إنما أباح التعريض فقط فيما عرضتم به، ولم يقل فيما صرحتم، بل قال فيما عرضتم، فرق بين التعريض والتصريح، وكأن يثني عليها وأنت امرأة طيبة وأنت امرأة فيك دين وفيك كرم وفيك، هذا يحتمل أنه يريد الثناء عليها ويحتمل أنه يرغب في زواجها، فيباح مثل هذا الكلام معها أو مع وليها، ولا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم ولا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، خطبة بكسر الخاء، وأما الخطبة بضم الخاء فالمراد بها خطبة الجمعة والعيد وما أشبه ذلك، من خطبة النساء، أو أكننتم في أنفسكم، أي ولا جناح عليكم أيضا فيما في أنفسكم من الرغبة
يتزوج هذه المرأة، فالإنسان لا يؤاخذ على ما في نفسه وفي خاطره ما لم يتكلم، فإذا كان يرغب فيها لكنه لم يصرح ولم يتكلم وإنما يرغب فيها في نفسه وفي خاطره، هذا أيضا لا حرج فيه، لا حرج فيه. أو أكننتم، يعني أكننتم الرغبة في هذه المعتدة في أنفسكم من غير أن تتكلموا، لأن هذا شيء قل من يسلم منه، خواطر النفس، هواجس النفس، قل من يسلم منها. والله جل وعلا لا يؤاخذ على خواطر النفوس، قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهنا يقول جل وعلا: أو أكننتم في أنفسكم، لا يؤاخذ الإنسان على ما في نفسه من الرغبة في هذه المعتدة. علم الله أنكم ستذكرونهن، هذا هو الحكمة في أن الله جل وعلا رفع الحرج فيما في النفس، لأن هذا شيء يأتي على الإنسان. فلما علم الله جل وعلا حصول هذا في نفوس الناس رفع الحرج عنهم ولم يؤاخذهم بما في نفوسهم وفي ضمائرهم. علم الله أنكم ستذكرونهن، ثم قال جل وعلا: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا تأكيد لما سبق، لا تواعدوهن سرا بأن تصرحوا الخطبة، هذا حرام، خلاف التعريض أو ما في النفس فإنه لا حرج فيه، لا تواعدوهن سرا. وقيل معنى قوله تعالى: لا تواعدوهن سرا، أي لا يجوز للإنسان أن يتزوج المعتدة خفية، يتزوجها خفية ثم إذا انتهت عدتها أظهر الزواج، إن الله يعلم جل وعلا هذا. لا تواعدوهن سرا، أي لا يجوز أن تتزوج المعتدة خفية ولا يدري أحد، تعقد عليها عقدا خفيا مكتوما، هذا أشد من التصريح، فلا يجوز. إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض: لي رغبة فيك، أنا أميل إليك، أو ما أشبه ذلك مما يحتمل. إلا أن تقولوا قولا معروفا، ليس فيه تصريح ولا خطبة صريحة. ثم قال جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح، هذا من المحرمات، هذا أيضا من المحرمات، وهو العقد على المعتدة، فلا يجوز أن تتزوج المعتدة في عدتها إلا من مطلقها الذي طلقها دون الثلاث، فله أن يعقد عليها في العدة، إذا طلقها دون الثلاث وبانت منه بخروجها من العدة فإنه له، يعني إذا طلقها دون الثلاث ودخلت في العدة، طلقها دون الثلاث
ودخلت في العدة فله أن يعقد عليها وهي في العدة لأنه هو المطلق، والطلاق دون الثلاث فلا بأس. أما غيره فلا يجوز العقد في العدة، فإن عقد فالعقد باطل. ولا تعزم عقدة النكاح، أي عقد النكاح لا يجوز. وهذا من جملة المحرمات في النكاح، من جملة المحرمات في النكاح المعتدة من غير مطلقها إذا كان ذلك دون الثلاث. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو تمام العدة، حتى يبلغ الكتاب أي كتاب العدة أجله المؤقت، وهو كما سبق مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، هذا هو الأجل الذي ضربه الله للعدة. فلا يعقد على المعتدة في أثناء عدتها حتى تخرج من العدة، لأنها ربما تكون حاملا من الزوج الأول. وأيضا في العقد عليها لمدة العدة في ذلك تجاوز على حق المطلق، لأن هذه العدة جعلها الله حرمة لنكاح الزوج الأول، فإذا تزوجها آخر في أثناء العدة فهذا اعتداء على حرمة الزوج الأول وحماه، فلا يجوز. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. اعلموا، تيقنوا أن الله جل وعلا مطلع على ما في نفوسكم من النيات والمقاصد والأسرار، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. الناس ما يدرون إلا عما يظهر من الخطبة والعقد، أما ما في النفوس فإنه لا يعلمه إلا الله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فهذا فيه أن الإنسان يخشى الله في نفسه ويصلح نيته ويصلح مقاصده في هذا وفي غيره، فيه وجوب إخلاص النية لله، وفيه وجوب الخشية من الله والخوف من الله، لأن هذه أعمال قلبية وهي من أنواع العبادة. فيجب على المسلم أن يخشى الله ظاهرا وباطنا. أما الذي يظهر خشية الله في الظاهر ولكنه لا يخشاه في الباطن فهذا منافق، هذا هو النفاق. أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروا أن تضمروا نيات خبيثة ونوايا سيئة، فإنه إن خفي على الناس فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الحث على أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله ويصلح نيته ويراقب الله في تصرفاته، وأن يكون ظاهره وباطنه سواء، لا يختلف ظاهره عن باطنه، هذا هو المؤمن. أما المنافق فبالعكس، يظهر الإيمان ويظهر الخشية والخوف من الله، تكلم بلسانه ولكن هو في قلبه فاجر، لا يخاف الله ولا يخشاه، هذا هو المنافق والعياذ بالله.
ثم قال جل وعلا: واعلموا أن الله غفور حليم. لما قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، هذا وعيد شديد، وعيد شديد يخوف، يخوف الإنسان. الله جل وعلا خفف هذا في قوله: واعلموا أن الله غفور يغفر الذنوب، فلا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أضمرتم شيئا أو تكلمتم بشيء لا يليق فباب التوبة مفتوح، بادروا بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن استغفر الله غفر الله له. فهذا فيه فتح باب الرجاء للمسلم، وأنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل. وفيه الحث، فيه الحث على من صدر منه شيء من المخالفات الظاهرة أو الباطنة أن يبادر بالتوبة ويطلب من الله المغفرة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله جل وعلا يغفر لمن تاب واستغفر بصدق وإيمان، يغفر الله له. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما ذكر سبحانه أنه يعلم ظواهرنا وبواطننا حثنا على التوبة مما يصدر منا من المخالفات، ولم يغلق الباب علينا بل فتح لنا باب التوبة. باب التوبة مفتوح ولله الحمد، الليل والنهار ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فباب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا عند الموت. فإذا بلغت الروح الحلقوم أغلق باب التوبة، فإذا تاب وهو يحتضر وبلغت روحه إلى حلقومه حشرجت في صدره لا يقبل منه توبة حينئذ. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الغرغرة. والموت لا تدري متى ينزل، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالموت لا تدري، ولعله قريب ينزل بغتة، فكن على استعداد، حاسب نفسك، صف حسابك، تب إلى الله عز وجل، حتى إذا جاءك الموت إذا أنت على أحسن حال. أما أن تغفل وأنت تمهل وأن تؤجل التوبة، ربما يأتي الموت ويحول بينك وبين ما أجلت وما أملت. واعلموا أن الله غفور يغفر لمن تاب واستغفر، ممن حصل منه مخالفة في أحكام الطلاق أو أحكام العدة وفي غير ذلك من المخالفات ومن الأسرار والنيات والخواطر التي تأتي في قلب الإنسان، عليك بالتوبة. فإن التوبة تمحو ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها. واعلموا أن الله غفور، هذا اسم من أسمائه سبحانه، أنه غفور وغفار، أي كثير المغفرة. حليم، حليم لا يعجل سبحانه وتعالى، لا يعجل على المذنب ويؤاخذه ويعاقبه بسرعة، وإنما يمهله لعله يتوب، لعله يرجع. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ
المذنب إلا بعد أن يمهله ويعطيه الفرصة للتوبة والمراجعة، هذا من حلمه سبحانه وتعالى. واعلموا لكن لا تغتروا بحلم الله عز وجل، لا تغتروا بحلم الله، فإن الله حليم لكنه شديد العقاب. وقد يكون الإمهال استدراجا، قد يكون الإمهال استدراجا للإنسان يتجارى في الذنوب وتثقل عليه السيئات. فالإمهال قد يكون رحمة من الله للمؤمن من أجل أن يتوب، قد يكون استدراجا للإنسان الذي لا يبالي ولا يحاسب نفسه، إن الله يستدرجه. أذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. فمع حلم الله لا تغتر، بادر بالتوبة وحاسب نفسك، فإنك إذا اغتررت بحلم الله عليك ومهلته لك ولم تتب فإن هذا من الخذلان، وهو استدراج من الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا لا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم ولا إثم، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. يجوز لمن عقد على امرأة أن يطلقها قبل الدخول، يجوز هذا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني عقدتم عليهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيجوز طلاق قبل الدخول. الإنسان قد يبدو له رأي، قد يندم، قد فيجوز أنه يطلق قبل الدخول. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، والمس المراد به الوطأ الجماع، المراد به الجماع، وقيل المراد به الخلوة، المراد به الخلوة. فإذا طلق قبل الدخول هذا جائز، ثم ينظر. إذا طلقها قبل الدخول فله حالتان: حالها الأولى أن لا يكون فرض لها مهرا، طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. الحالة الثانية أن يكون طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا. ففي الحالة الأولى إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فإنه يمتعها، بمعنى أنه يعطيها شيئا من المال. ومتعوهن، أي أعطوهن شيئا من المال جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها وإكراما لها، لأنها إذا طلقت يحصل عندها انكسار، ويحصل عندها ندامة، ويحصل عندها عند الناس أيضا. فإذا أعطاها شيئا من المال جبر ذلك من خاطرها وأعزها، فيعطيها شيئا من المال تنتفع به قليلا كان أو كثيرا، لأن الله لم يحدد. ومتعوهن، على الموسع وهو الغني قدره، وعلى المقتر وهو الفقير قدره، كل بحسب حاله. فالغني يعطيها ما شاء من المال لأن الله وسع عليه، فيجزل لها ما يجبر خاطرها ويواسي مصيبتها. والمقتر وهو الفقير يعطيها بقدر ما يستطيع من ثوب أو حلي
أو نقود أو غير ذلك بحسب ما يستطيع، وعلى المقتري قدره. وهذا من رحمة الله أنه لا يكلف الإنسان ما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على الموسع قدره على المقتري قدره. ثم قال جل وعلا: متاعا بالمعروف. هذا مصدر، قال في الأول: ومتعوهن، ثم قال متاعا، هذا مصدر، مصدر يمتع متاعا، أي هذا الذي تعطونهن متاع بالمعروف، يعني يرجع إلى ما يتعارفه الناس في كل بلد بحسبه. وليس للمتاع هذا حد محدود، بل هو يرجع فيه إلى عرف البلد وعرف الناس، فيعطيها ما يجبر خاطرها ويواسي مصيبتها بالطلاق ويطيب نفسها. ودين الإسلام دين التعامل الحسن، لأن هذا عقد جرى بينك وبينها، وأولياؤها أكرموك وعقدوا لك عليها وهي انقادت ورضيت بك، فليس من الإحسان الأخلاق. متاعا بالمعروف. ثم قال جل وعلا: حقا على المحسنين. حقا يعني واجبا، وقوله حقا يدل على أن متعة المطلقة التي لم يسمى لها مهر أنه واجب، لأن الله سماه حقا، حقا على المحسنين، والمحسن ضد المسيء. فهذا التمتيع من الإحسان، هذا التمتيع من الإحسان، ومن المعاملة بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أنهم أحسنوا إليك وزوجوك وهي رضيت بك، هذا إحسان، فأنت تحسن، تقابل هذا الإحسان بإحسان، فتعطيها شيئا من المتعة. حقا على المحسنين، فدل على أن الذي لا يمتع المطلقة أنه مسيء وليس محسنا. ثم قال جل وعلا في القسم الثاني، وهي المرأة التي طلقت قبل الدخول وقد سمى لها مهرا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن صداقا، فنصف ما فرضتم، أي فلها نصف الصداق الذي سمي في العقد، نصف الصداق. هذا يقوم مقام المتعة في غير المصدقة، يقوم مقام المتعة في غير المصدقة. فإذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا وحدد لها مهرا، فإن لها نصف المهر، ونصفه الثاني للمطلق يرجع إليه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضت. ثم قال جل وعلا: إلا أن يعفون، يعفون أي النساء المزوجات، يعفون عن النصف ويتركنه لكم، فإذا سمحن به فلا حرج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون من هو الذي في يده عقدة النكاح، والمشهور أنه الزوج، أنه المطلق، لأن بيده عقدة النكاح والطلاق، فالزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا عفى عن نصيبه من المهر فلها أن تأخذه كاملا. الحاصل أنها إن عفت هي فله أن يسترد المهر كاملا، وإن عفا هو فلها أن تأخذ المهر المسمى كاملا، لا حرج في ذلك. وقيل المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي، ولي المرأة، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه ليس لولي المرأة أن يسقط شيئا من حقها، ليس له ذلك. فالراجح هو الأول، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم قال جل وعلا: وأن تعفو أقرب للتقوى. كونك تسمح بنصيبك من المهر لها، أو هي تسمح
بنصيبها من المهر لك هذا أقرب للتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب العفو، الله جل وعلا يحب العفو من عباده في هذا وفي غيره، ويحب أن يتسامحوا، ولأن هذا يؤثر المحبة في القلوب، فالعفو أحسن، أحسن من أنها تأخذ نصف الصداق أو أن الزوج يأخذ نصف الصداق، العفو بينهما أحسن من الأخذ بما أباح الله له، لأن الأخذ قد يكون ترتب عليه شيء من الحساسية في النفوس، أما العفو فهذا يورث المحبة بين الزوجين أو بين المطلق والمطلقة، سبب المحبة حصل العفو. ثم قال جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، وهذا عام، هذا عام في مسألة الطلاق وفي غيرها، أن الإنسان دائما وأبدا يتصف بالفضل والإحسان والكرم والجود، ولا يكون من البخلاء أو من الشرهين والجشعين، بل يكون متفضلا دائما وأبدا، يتصف المسلم بالفضل دائما وأبدا. ولا تنسوا الفضل بينكم أيها المسلمون، بل اجعلوا الفضل والتفضل فيما بينكم صفة من صفاتكم، فهذا حث من الله عز وجل على بذل الفضل وبذل المعروف وبذل الإحسان بين المسلمين، وعدم التقصي في الحقوق، وعدم الشح والجشع والبخل، إن هذه صفات ذميمة. ثم قال جل وعلا: إن الله بما تعملون بصير، هذا حث منه سبحانه أن من بذل الفضل والإحسان والمعروف فإنه الله لا يضيع له ما بذله، لأنه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، فلا تظن إن شيئا من حسناتك سيذهب أبدا، إلا إذا أذهبته أنت، إذا أذهبته أنت بالمحبطات والمفسدات فإنه يذهب، أما إذا لم تحبطه ولم تبطله فإنه مدخر لك عند الله جل وعلا وإن كان قليلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا فعلت الخير ولو كان قليلا فلا تظن أنه يضيع، بل هو مدخر لك عند الله، وإن نسيته أنت أو نسيه غيرك فإن الله لا ينساه جل وعلا، بل يحفظه ويدخره، بل وينميه ويضاعفه لك، فهذا ترغيب من الله جل وعلا لعباده في بذل الخير والإحسان والتعامل الحسن. فهذه آيات عظيمة ساقها الله سبحانه وتعالى في النكاح والطلاق والعدة، وهي تتضمن أحكاما عظيمة، أحكاما شرعية، فيجب على المسلم أن يتفقه فيها وأن يتعلمها وأن يعمل بها. وهكذا كتاب الله جل وعلا كله خير، كله علم، كله فوائد لمن تدبره، لمن تفقه فيه، لمن عمل به، فهو خير كله، ولله الحمد والمنة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك جميع أنواع البركة فيه، مبارك في تلاوته، مبارك في تدبره، مبارك في العمل به، كله بركة وخير، لأنه كلام الله جل وعلا، كلام رب العالمين. مبارك إذا جعلته وردا لك في الليل وفي النهار، مبارك إذا استشفيت به من الأمراض، فهو كتاب مبارك بكل أنواع البركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه. الله وصفه بأنه كتاب مبارك، ومن أعظم بركاته ما يتضمنه من الأحكام التي يحتاجها المسلم في حياته وفي عمله وفي تصرفاته،
فإن الله بين فيه كل شيء، ولكن أفهامنا قد تتقاصر عما فيه من الحكم والأحكام، والعلماء لا يشبعون من هذا القرآن أبدا، ولا يحيطون بما فيه من الأحكام والأسرار، ولكن كل يأخذ بحسب ما يسر الله له. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، آمين، وأن يخذل أعداءه، آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الشرك والمشركين، آمين، ودمر أعداء الدين، آمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، آمين. إنك على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: نرجو أن تبينوا لنا معنى حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب، علما بأن البعض يحتج بهذا الحديث لغير لقتل الكافرين. الحديث فيما أعلم أخرج اليهود والنصارى، ما هو المشركين عموما، اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا خطاب لولاة الأمور، ما هو خطاب لكل أحد، اللي يخرجهم ولي الأمر إذا استطاع ذلك، كما أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته لما قوي الإسلام وانتشر الإسلام وقوي المسلمون أخرجهم، نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أفراد الناس فليس هذا من صلاحياتهم، ليس لهم أن يخرجوا أحدا، وإنما هذا لولي الأمر هو الذي ينفذه إذا رأى المصلحة في ذلك ورأى القدرة على ذلك. أيضا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يستدلون بهذا الحديث يقتلون المستأمنين ويقتلون المعاهدين، والرسول لم يقل اقتلوهم، قال أخرجوهم، ولم يقل اقتلوهم، لأن قتلهم خيانة وفيه وعيد شديد، لأن دماءهم معصومة وأموالهم معصومة مثل دماء المسلمين وأموال المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. والله جل وعلا لما ذكر القتل الخطأ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد وأمان، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن. فجعل قتل الكافر المعاهد مثل قتل المسلم خطأ، تجب فيه الدية والكفارة، لا يجوز قتلهم، وإنما إخراجهم بيد السلطان وولي الأمر. نعم. يقول: ما حكم شراء الشيكات من البنوك بقيمة 100 ريال وبيعها 120 ريالا؟ لا بأس بذلك إذا بيعت بغير جنسها، إذا بيعت بنقود من غير جنسها فلا بأس بالتفاضل والزيادة، أما إذا بيعت بجنسها فلا يجوز التفاضل، لا بد من التساوي. نعم. هل يجوز للزوجة أن تمنع الحمل نهائيا دون إذن من الزوج؟ لا يجوز هذا، ولا يجوز للزوج أن يأذن بمنع الحمل إلا إذا كان الحمل فيه خطر على حياة المرأة، إذا قرر الأطباء الثقات أن هذه المرأة لو حملت فإن ذلك خطر على حياتها، حينئذ يمنع الحمل إبقاء لحياتها،
أما في غير هذه الحالة فلا يجوز منع الحمل ولا يجوز قطع الحمل. نعم. يقول هل يجوز إنشاء قناة فضائية إسلامية بأموال الزكاة؟ لا، أموال الزكاة مخصصة لما المصارف التي ذكرها الله في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وأما المشاريع الخيرية مثل القنوات الفضائية وبناء المساجد والمدارس وغير ذلك، هذه لا يصرف عليها من الزكاة، وإنما يصرف عليها من التبرعات. نعم. هل على أهل مكة عمرة؟ ومن أين يلبسون الإحرام؟ هل من بيوتهم أو من الميقات؟ اختلف العلماء هل يجب على أهل مكة عمرة الإسلام أو ليس عليهم عمرة، والصحيح أنه يجب عليهم عمرة، يجب عليهم العمرة كغيرهم، ولكن يحرمون من الحل، ما يحرمون بالعمرة من مكة، يخرجون إلى الحل، إما التنعيم وإما الحديبية وإما عرفات وإما الجعرانة، ويحرمون خارج الأميال. نعم. ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ اللحوم المستوردة من بلاد الكفار فيها تفصيل، إن كانت من بلاد وثنية، إن كانت من بلاد وثنية فإنه لا يجوز أكلها، لأن ذبيحة المشرك حرام. أما إن كانت من بلاد كتابية، بلاد يهود أو نصارى، وهم يذبحون على الطريقة الشرعية، فلا بأس بأكلها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل له، بشرطين: أن يكونوا أهل كتاب، وأن يذبحوا على الطريقة الشرعية. نعم. تقول السائلة: ما حكم خروج مجموعة من الفتيات من طالبات تحفيظ القرآن الكريم إلى خارج المدينة في استراحات لقضاء فترة استجمام في النهار كاملا، علما بأنهن يخرجن بدون محارم؟ المرأة تكون في بيتها، تكون في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لا بد لها منها، كأن تخرج لتشتري حاجة تحتاج إليها ولا فيه من يشتريها لها، أو تخرج لعمل تعمله من أجل أن تعيش من ورائه، ليس لها مصرف، تخرج للعمل الذي ليس فيه اختلاط وليس فيه سفور، عمل خاص بالنساء، فتخرج لهذا الغرض. أما أن تخرج للتفرج والنزهة فلا يجوز لها ذلك، لما فيه من الخطر والاختلاط، ولأن هذه الاستراحات يجتمع فيها ما هب ودب من البنات ومن النساء، ولسنا على مستوى واحد في التدين، قد يكون فيهن من ليس لها دين، أو دينها فيه خلل، أو أنها تعتنق بعض الأفكار فتؤثر. فالمرأة تحفظ، خصوصا الشابة، يجب على وليها حفظها في البيت. إذا كانت لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وتكون أيضا غير متجملة ولا كاشفة لشيء من جسمها، فكيف تخرج للمنتزهات؟ المسجد ما تخرج إليه إلا باحتياط، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. شوف، صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، بيوتهن خير لهن. وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات ولا متطيبات. فالأمر فيه احتياط وفيه ضوابط، ما هو بس البنت تخرج إلى ما تشاء وتروح للمنتزهات وتروح هذا لا يصلح ولا يجوز، هذا تضيع البنت فيما بعد. نعم. وهل يجوز للفتاة أن تتعلم السباحة؟ لا، المرأة عورة، لا يجوز لها أن تتعلم السباحة، هذا من خصائص الرجال، هم الذين يحتاجون إلى السباحة للإنقاذ أو ما أشبه ذلك، أما المرأة فلم يعلم أو لم يكن في تاريخ الإسلام أن المرأة تتعلم السباحة، وإنما الذي يعلم السباحة هم الذكور، لأنهم يحتاجون إليها. نعم. وهل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام الزوج فقط؟ وما لا. حكم من يبيع هذه الملابس خاصة التي تسمى بالموضة؟
المرأة تلبس لباس البلد، لباس البلد المعروف الساتر، ولا تلبس اللباس الذي ليس هو من لباس البلد، لأن هذا فيه تشبه وفيه أيضا خروج عن عادة البلد، وفيه لباس شهرة، لأن اللي يلبس لباسا غير لباس البلد هذا لباس شهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. فالمرأة تتقي الله، تلزم الحياة والعفة، وتلبس اللباس المحتشم. نعم. ما حكم الذي يعمل في المقاهي ويقدم الشيشة والدخان للذين يرتادون هذا المقهى، وما حكم الكسب الذي يكسبه من هذا العمل؟ أولا، بيع القات والشيشة والدخان هذا حرام، هذه مواد خبيثة، مواد ضارة، مواد منتنة فاسدة، فهي حرام ولا شك في تحريمها لما فيها من الخبث. الله جل وعلا يقول في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل خبيث إنه حرام. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فهذا الدخان وهذه الشيشة وهذا القات هذه محرمات، وثمنها حرام، بيعها حرام وثمنها حرام، ولا يجوز للعامل في المطعم أن يقدمها للعصاة الذين يستعملونها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. يقول: سمعنا أنه يجوز أخذ القروض الربوية في حالة الضرورة، فهل هذا الكلام صحيح، وما هو ضابط الضرورة في ذلك؟ الربا لا يباح مطلقا وليس له ضرورة، والحمد لله، الله وسع الأرزاق والمكاسب، ولا هناك ضرورة إلى الربا أبدا. الضرورة تكون للميتة والخنزير إذا لم يحضره غيره خوفا من الموت، هذا الذي أباحه الله. أما الربا فالله جل وعلا لم يبحه، لأنه لا ضرورة إليه، فيه من المكاسب وفيه من الأرزاق الكثير ولله الحمد، فلا يجوز أخذ الربا بحال من الأحوال. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا نهي وتحريم مطلق، لم يأتي فيه تخصيص أو استثناء. نعم. ما حكم العزاء الذي يقام في المقابر حيث يصطف أهل الميت في طابور ويأتي الناس ليعزونهم؟ العزاء في الأصل مشروع، لأن فيه مواساة للمصاب ودعاء للميت، لكن أنه ينظم على هذا التنظيم بالمقبرة أو في البيت، وينظم ويكون له جلسات، هذا خروج به عن المطلوب، وربما يؤول إلى أشياء من البدع والمحدثات. فهذا إذا لقيت المصاب سلم عليه في المقبرة، في المسجد، في السوق، في المتجر، في أي مكان، بدون اجتماع وبدون إن أهل المصاب يجتمعون في بيت أو في مكان يستقبلون الناس، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، ما يحتاج اجتماع لا في المقبرة ولا في غيره، ولا صف ولا شيء، تمشي إذا دفنتم الميت امشوا، وإذا لقيت المصاب في أي مكان تعزي. نعم. يقول: أنا موظف وأحضر وقت الدوام، وإذا لم يكن هناك عمل أبحث. نعم. أنا موظف أحضر وقت الدوام وإذا لم يكن هناك عمل أبحث عن مكان وأنام فيه حتى نهاية الدوام، ما حكم ذلك؟ لا، ما يجوز لك تنام، تجلس في مكان العمل، في مكان العمل وتنتظر، إن جاء شغل تشتغل، وإلا تجلس، هيأت نفسك
وجلست في المكان وتحريت، فأما أنك تنام تروح المكان آخر وتنام، لا، هذا لا يجوز. نعم. يقول: في بلادنا الكثير من المحلات التي تبيع الملابس والمأكولات ولكن بالدين، ما حكم ذلك؟ وهل على هذا الدين زكاة؟ يجوز شراء الملابس والأطعمة والمواشي بالدين، ما خالف. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا طعاما لأهله بثمن مؤجل ورهن درعه صلى الله عليه وسلم، يجوز البيع بالتأجيل، يجوز البيع بالتأجيل في كل ما أباح الله بيعه، يجوز البيع حالا ويجوز مؤجلا، لا مانع من ذلك، وأحل الله البيع، الأصل في البيع الحل، إلا إذا كان بيعا يتضمن شيئا من الحرام فلا يجوز. نعم. يقول: يوجد ضريح في منطقة معينة ومعروفة، والناس تأتي إلى هذه المنطقة للدعاء، والسؤال من هذا الذي يعتقدون فيه الوجاهة والولاية عند الله، وبجانب هذا الضريح يوجد مسجد يسمى باسم ذلك الضريح، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ لا تجوز زيارة القبر أو القبور لأجل التبرك أو طلب الشفاعة أو طلب الوجاهة عند الله، هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، هذا من الغلو في الأموات ولا يجوز هذا، إنما يزار القبر للسلام عليه والدعاء له، الدعاء للميت، أما أن يدعى الميت أو يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه الرزق أو يطلب، هذا شرك أكبر، هذا دعاء لغير الله عز وجل، ألا يجوز هذا العمل؟ ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، وأخبر أن هذا عمل اليهود والنصارى، ولعنهم صلى الله عليه وسلم، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. قال والدي: إن بقيت في عملي في هذه السنة سوف أتكفل بتكاليف الحج لفلان وعينه، وجاء موسم الحج لكنه لم يستطع دفع التكاليف كاملة لارتفاع التكاليف عن السنوات الماضية، وتوفي والدي بعد هذا الموسم بعدة أشهر، السؤال: هل يعتبر كلام والدي هذا نذرا، وما واجبنا نحن بعد وفاته؟ إن كان أنه قال نذرا علي أو نذرت إن جاء فلان إني أحججه من مالي، هذا نذر يجب الوفاء به، وإذا مات سدد عنه لأنه دين لله عز وجل، أما إذا كان من باب الوعد يقول إن جاء فلان فأنا أتكفل من باب الوعد فقط وليس من باب النذر، هذا لا يلزم. نعم. هل يجوز الاستغفار لمن قتل نفسه عمدا؟ نعم، المسلم يستغفر له، قاتل نفسه عمدا هذا مسلم، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو عاصي ولا يخرج من الدين بذلك، فيستغفر له. نعم. أعمل في سيارة الخاصة وليس عندي عمل آخر وأعلم أن ذلك مخالف. نعم. أعمل في سيارة الخاصة وليس عندي عمل آخر وأعلم أن ذلك غير جائز نظاما عند المرور، وذلك منذ أكثر من 7 سنوات، فهل المال الذي يأتيني من هذا العمل حرام أم حلال، علما بأن علي ديون كثيرة ومشاكل عديدة وليس لي عمل آخر؟ المال حلال لأنه كسبك وتعبك، المال حلال إن شاء الله، لكن مخالفة النظام هذه فيها مؤاخذة عليك وقد تسجن، وقد هذه يرجع فيها إلى النظام والحكومة، قد تعفو عنك وتسامحك وقد تعاقبك، أما المال الذي أخذته بكدك وكسبك فهو حلال إن شاء الله، لكن يبقى عليك مخالفة النظام، هذه أمرها عند ولي الأمر. نعم.